السلام عليكم، اهلا بكم في فيديو جديد مع موضوع جديد هو البيزل جانجليا والانترنال كابسول. ايه بقى قصه البيزل جانجليا دي؟ عباره عن جراي نيوكلياي موجوده في البرين. هم عندنا بصراحه اربعه جانجليا. الاربعه جانجليا دول هم اول حاجه كوديت نيوكليس اللي هي شكلها عامل ازاي. كلمه كوديت يا جماعه يعني لا ديل، حاجه اللا ديل بيسموها كوديت. الحاجة الثانية حاجة عاملة زي العدسة اسمها لينتي فورم نيوكليس. الحاجة الثالثة في نهاية الكوديت كورة كده موجودة اللي هي اسمها أميجدالويد نيوكليس. في ستراكشر ثالث مش موجود معايا في الصورة دي اسمه كولاستروم. يبقى الأربع حاجات دول على بعض اسمهم إيه؟ اسمهم بيزال جانجليا. هنلاحظ حاجة مهمة جدا إن اللينتي فورم نيوكليس بتحصل لها فيوجن مع الجزء الاولاني من الكوديت اللي هي الهيد اوف كوديت زي ما هنعرف كمان شويه، ويعملوا الاثنين مع بعض حاجه اسمها كوربس سترييتم. كوربس ايه؟ سترييتم. يبقى ما هو الكوربس سترييتم؟ هو الفيوجن ما بين واحد واثنين زي ما انتم شايفين. طيب هناخد واحد واحد نتكلم عنه يا جماعه. اول حاجه اتكلم عنها الكوديت. الحقيقه الكوديت نيوكلس دي عباره عن ثلاث اجزاء وقلناهم قبل كده مع اللاترال فنتركل، بس الناس اللي بتتابعنا لسه لاول مره هنعرف ده اسمه الهيد اوف كوديت، ده اسمه البادي اوف كوديت، وده اسمه التيل اوف كوديت. يبقى دي الاجزاء الثلاثه بتوعها. مطلوب منك تعرف ايه كمان؟ مطلوب مني اعرف علاقتهم ايه باللاترال فنتركل. كلنا عارفين ان اللاترال فنتركل له كام جزء؟ له اربع اجزاء، سنترال بارت او بادي وانتيرور هورن وانفيرور هورن وبوسيرور هورن. الكوديت دي باجزائها الثلاثه لا علاقه بالسنترال بارت والبادي والانفيرور هورن، مالهاش علاقه بمين؟ بالبوستيرور هورن. ايه بقى العلاقه بتاعتي؟ الهيد اوف كوديت موجوده فين؟ في الفلور واللاترال وول بتاع الانتيرور هورن. اما البادي موجود فين؟ في الفلور بتاع البادي اوف ذا سنترال بارت. زي ما قلنا ان البادي بتاع الكوديت موجود في الفلور بتاع البادي اوف كوربس كالوز. ينزل بقى معايا كده على التيل هتلاقيه موجود في الروف اوف ذا انفيرور هول. يبقى كل دول كانوا ايه؟ كانوا فلور، انما ده كان ايه؟ كان روف. التيل اوف التيل بتاع الكوديت موجود فين؟ في الروف بتاع الانفيرور هول. طيب عايزك برضه تعرف كمان ايه؟ ان الفيوجن ما بين الهيد اوف كوديت مع اللينتي فورم نيوكلس بيعمل لك حاجه اسمها كوربس ستريتم، الجسم المخطط. وطبعا كلمه الجسم المخطط دي عشان في فايبرز هتعدي هتدي له شكل جزء ابيض وجزء رمادي، فهيديك الستريتد ابيرنس. خلصنا اول حاجه اللي هي مين؟ الكوديت. تعال نتكلم على اللينتي فورم نيوكلس. الاول هعرفك الشكل اللي انت شايفه ده. الشكل ده عباره عن ايه؟ ده كده هوريزونتال سيكشن في السريبرال هيمسفير، ده كده ميديال وكده لاترال. في نيوكليس موجوده قدام اللي هي الهيد اوف كوديت، ووراها على السيم لاين السلامس، ومور لاترال في عندي اللينتي فورم نيوكليس. اللينتي فورم نيوكليس دي عباره عن ايه بقى؟ اللينتي فورم نيوكليس عباره عن جزء من البيزال جانجلي. ما بين الاثنين وبعض في عندي اللي انت شايفه ده اللي اسمه انترنال كبسول. انترنال كبسول دي لها ثلاث اجزاء، انتيرور ليم جينو بوستيرور ليم. يبقى ده مين؟ انتيرور ليم، وده الجينو المفصل، وده البوستيرور ليم. اذا كان عندي في حاجه اسمها انترنال كبسول يبقى بره ايه؟ اكسترنال كبسول، صح؟ بعد الاكسترنال كبسول في جريش اريا كده اسمها كولاسترام. دي كانت رابع حاجه اللي انا قلت لك اللي لسه ما كناش شفناها من البيزل جانجلي، ده اسمها ايه؟ كولاسترام. الحقيقه بقى انا عندي كمان كبسول اسمها اكستريم كبسول. يبقى انا عندي كام كبسول؟ ثلاثه، انترنال كبسول واكسترنال كبسول وبره اكستريم كبسول. وكمان حابب شويه كده هتلاقي كمان ان انا عندي حاجه اسمها انسولا مور لاترال، بس انا مش هتكلم فيها دلوقتي. يبقى مين دي الاول؟ اللينتي فورم نيوكلس ده موضوع اللي انا هتكلم عليه. بتتقسم لجزئيتين، جزء بره بوتيمي، بادئ بيه بره بوتيمي، وجزء جوه جلوبس بلدس. ماشي الحال؟ يبقى كده بتتقسم لجزئيتين، ميديالي جلوبس بلدس ولاترالي بوتيمي. اللي بعد كده عايزك تعرفه ايه؟ ان دي ايه الريليشنز بتاعتها ميديال ولاترال؟ كلنا عرفنا دلوقتي ميديال لها فيه مين؟ انترنال كبسول. لاترال لها مين؟ اكسترنال كبسول والكولاسترام والاكستريم كبسول، ومور لاترال في حفره كده اسمها انسولا هنشوفها في صوره ثانيه كمان شويه. تمام كده؟
مطلوب منك تعرف ايه كمان؟ مطلوب منك الريليشنز بتاعتي. انا كده عرفت ميديا ريليشن ولاتر ريليشن، عايز اعرف فين فوق وفين تحت. خلي بالك بقى الانترنال كبسول دي، افكرك بالصوره دي تاني، دي مين؟ دي اللينتيفورم، ودي مين؟ دي الكوريت، ودي مين؟ اميجدالويد، ده الثالاموس. ما بين الثالاموس واللينتيفورم ده الانترنال كبسول. الانترنال كبسول دي عشان تطلع للسيريبرال كورتكس فوق هتلاقيها تعمل حاجه اسمها كورونا رادياتا. يبقى السوبيريور ريليشن بتاعتي سوبيريور والانتيريور كمان، والبوستيريور ريليشن عباره عن حاجه اسمها كورونا رادياتا. الفايبرز بتشع كده لفوق اسمها ايه؟ كورونا رادياتا. اللي بعده عايز اعرف ايه؟ الانفيريور. بص بقى على الانفيريور ريليشن بتاعتك. بس قبل ما افكرك بحاجه، فاكرين الفنتريكل ده؟ مين ده؟ ده اللاترال فنتريكل. ده الانتيريور هورن بتاعه. علاقته ايه بالهيد اوف كوديت؟ روف. ده البادي علاقته ايه بالبادي؟ يبقى البادي على فكره احنا الهيد اوف كوديت موجوده في الفلور بتاعت الانتيريور هورن. البادي اوف كوديت موجوده في الفلور بتاع البادي اوف كورباس كالوزا. التيل اوف كوديت بقى المره دي في الروف بتاع الانفيريور هورن. ماشي، مش موضوع يعني. عايز النيوكلس الكبيره دي اسمها ايه؟ لينتي فورم نيوكلس. مين تحتها لحد دلوقتي وانت شايفه في الصوره دي؟ التيل اوف كوديت والاميجدالويد نيوكلس والانفيريور هورن بتاع اللاترال فنتريكل. في حاجتين كمان قدامهم، منطقه مخرمه اسمها انتيريور بيرفوريتد سابستنس، وكوميشر اسمه انتيريور كوميشر. يبقى الخمس حاجات دول موجودين فين؟ انفيريور تو ذا لينتي فورم نيوكلس. خلصنا المكون رقم 2. المكون رقم 3 اللي هو الكوليسترول، مش عايز فيه غير كلمتين بسيط جدا، هو المنطقه الخضراء دي علاقتها ايه بقى؟ موجود لاترال تو ذا لينتي فورم نيوكلس، واللي فصله عن اللينتي فورم نيوكلس هو مين؟ هو الانترن الاكسترنال كبسول. واللي فصله عن الانسولا التجويف ده اللي هو الانسولا اللي تركها هشوفها لك كمان شويه، اللي فصله عنها مين؟ الاكستريم كبسول. يبقى هو موجود ما بين تو كبسول صح؟ اكسترنال كبسول والاكستريم كبسول. مين ميديال لينتي فورم، مين لاترال؟ الانسولا. طيب وظيفته ايه؟ ده بيمشي فيه او يعني كوميونيكيتنج مع السنسوري كورتكس، بس مش عاوز اكتر من كده فيه. المكون رقم 3 اللي هو مين؟ الاميجدالويد بادي او نيوكليس. جميل جدا. لو حد يفتكر معايا تاني الانفيريور لوب بتاعي او الانفيريور سيرفيس بتاع السيريبيلم، كان موجود فيه حاجه اسمها هيبو كامبال جايرس في نهايتها من قدام مين؟ الانكس. الانكس دي لو انت شلتها هتلاقي تحتها بالظبط الاميجدالويد نيوكليس، يبقى مكانها فين؟ ات لايز ديب تو ذا انكس. وبدام الانكس ده كان وظيفته سمال، فده هيبقى ده الاميجدالويد ده له كونكشن مع الاولفاكتوري باثويز، وده الفايبرز بتاعته مهمه جدا زي ما قلت لكم المره اللي فاتت. الفايبرز بتاعته بيسموها سترايا تيربيناليز، ودي اللي كانت بتمشي مع مين؟ زي ما اتفقنا مع الكوديت، كنت دايما تلاقيها مع الكوديت. يبقى الفايبرز بتاعته اسمها ايه؟ اسمها سترايا تيربيناليز. يبقى ثلاثة كيز عايزك تعرفهم، ان هو تحت الانكس وكونكتد مع مين؟ ليه علاقته ايه بالانفيريور هورن؟ لسه قايلين من شويه الاميجدالويد مع التلف كوديت موجود فين؟ في الروف بتاع الانفيريور هورن. الفايبرز بتاعته اسمها ايه؟ اسمها سترايا تيرمينالز. طيب تعالى بقى نتكلم عن ايه هي قصه الانترنال كبسول دي. انتوا عارفين ان كل الفايبرز اللي رايحه ليه او نازله من السيريبرال كورتكس، يعني الافرنت والافرنت، لازم تعدي في المكان اللي هو اسمه انترنال كبسول. الانترنال كبسول دي من شويه لسه قايل لكم لها كام جزء؟ لها ثلاث اجزاء. فكرني مين ده تاني؟ ده الهيد اوف كوديت، وعلى نفس اللاين بتاعه مين؟ ثالاموس. ومور لاترال فيه مين؟ اللينتي فورم نيوكليس. ما بينهم وبين بعض مين؟ انترنال كبسول. ده انتيريور ليم، ده الجينو، ده البوستيريور ليم. لقاكم عرفتوا البوستيريور ليم سهل؟ قال لك لما تيجي نصعبها شويه ونقول لك البوستيريور ليم ده هقسمه لثلاث اجزاء تاني، بس افتكر معايا تاني الشكل. ده هيد اوف كوديت، وده الثالاموس، وده اللينتي فورم نيوكليس. اللي ما بينهم ده مين؟ انترنال كبسول. ده الانتيريور ليم، والحته دي اسمها الجينو، وده البوستيريور ليم. البوستيريور ليم هيرجع يقسمه لثلاث اجزاء. ما بين الثالاموس واللينتي فورم يبقى اسمه سلامو لينتي فورم بارت، والجزء اللي هيمشي تحت اللينتي فورم يبقى اسمه سب لينتي فورم بارت، والجزء اللي ورا اللينتي فورم يبقى اسمه ريترو لينتي فورم بارت. يبقى كده كام جزء؟ ثلاث اجزاء للمين؟
لل posterior limb. الحقيقة بقى كل الحاجات دي يا جماعة الفبرز اللي معديها تحفظهم، بس احنا بنحاول نحفظهم بصورة يعني سهلة ان احنا نفتكرهم بيها. الانتيريور لمب بيعدي فيه حاجتين. الانتيريور لمب انت قدام بيعدي فيه، انت عارفين ان لما هناخد السلامس كمان شوية فيه اربعة ثلامك راديشنز. انتيريور ثلامك راديشن مع الفرنتال لوب، بوستيريور ثلامك راديشن مع الاوكسيبيتال لوب، سوبيريور ثلامك راديشن مع البرايتال لوب، انفيريور ثلامك راديشن مع مين؟ مع التمبرال لوب. يبقى تتخيل كده معايا مين الفايبرز هتبقى في الانتيريور لمب؟ انتيريور ثلامك راديشن لان انت قدام، وفايبرز من الفرونتال لوب يبقى مين؟ فرونتوبونتاين فايبرز. يبقى الحاجتين دولت موجودين فين؟ في الانتيريور لمب. الجينو ما بعدش فيه غير حاجه واحده بس، فايبرز راحه للنيوكلياي بتاعت الكرينيال نيرفز اسمهم ايه؟ كورتيكو بالبر فايبرز. يبقى خلصنا جزئيتين. تعالى بقى نشوف البوستيريور لمب بيعدي فيه ايه؟ بيعدي فيه كتير، ثلاث حاجات اسمهم كورتيكو. كورتيكو للسباينال كورد يبقى اسمها كورتيكو سباينال، ده خلي بالك في البوستيريور لمب اي جزء في الثلامو الانتيفورم بار معدي فيه كورتيكو سباينال فايبرز، وكورتيكو الكوربس استرياتم يبقى اسمها كورتيكو استريات، وكورتيكو للريد نيوكلس يبقى اسمها كورتيكو روبرال. يبقى كام كورتيكو؟ ثلاثة، كورتيكو استريات وكورتيكو سباينال وكورتيكو روبرال. وفايبرز بقى من الثلامك راديشنز واحد اسمه سوبيرو ثلامك راديشن وبرايتو بونتاين فايبرز. تعالى بقى شوف اللي جايه دي، السابلنتيفورم. سابلنتيفورم يعني تحت، يعني هتوصل للتمبرال لوب صح؟ يبقى التمبرال لوب ده وظيفته ايه؟ هيرينج. يبقى هيعدي فيه فايبرز اسمهم اوديتوري راديشن وفايبرز الراحه من التمبرال لوب اسمها تمبرو بونتاين فايبرز. طب الريترو لنتيفورم راحه لمين؟ الاوكسيبيتال لوب اللي هو وظيفته ايه؟ فيجن. يبقى راديشن هتبقى ماشيه فيه اسمها ايه؟ نقول اوبتيك راديشن، والفايبرز من الاوكسيبيتال لوب يبقى اسمها ايه؟ اوكسيبيتو فنتاين. باي صوره يا جماعه حاولوا تحفظوهم، والموضوع لما تحطوهم في الصوره المترتبه للذهن دي هتبقى سهل الحفظ ان شاء الله. اعتقد كده احنا خلصنا الجزئيه دي، لان احنا البلاد سبلاي بتاعها عباره عن لاترال ستريت ارتري من الميدل سيريبرال ارتري، والميدل والانتيريور سيريبرال ارتري بيديك الانترو ميدال بارتس بتاعت الانتيريور لم، واخيرا الفنترو ميدال بارت بتاعنا بيروح لها برانشز من الانتيريور كورويدال ارتري. اشكركم واشوفكم في فيديو تاني ان شاء الله.